بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيسام ما تقبلات حيسام ما تنسيات دي بله لكم حو وأبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم دي با لنا بوتا معنا إن شاء الله قلنا واصلتو لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكفاكم سر خلقنا عمرنا ورزقنا وكفاكم سر رزقنا لا ما عمرنا ومسل كل نبي صلى الله عليه وسلم لك أجنا ولنا بطاعات لنا واجبات اليوم دي بطاعات الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا تهاجيتوا إن شاء الله ربي وفقنا ورب قبول ودقنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لبلدي القرآن وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه وتعالى أمر لهيبانا وأطيعوا الله والرسول ربكم تيعه والرسول صلى الله عليه وسلم تيعه طاعته يعني كل شيء رب لا رديا وكل شيء رب لا سرعيا الاتباع لنا يو و بقى وامر تلا بيلا با وداي وبقى بيتلا بيلا يا وبقى بيتلا رئينا بقياس تا الله سبحانه وتعالى كفا دي بلا الدنيا كفا ننبر كفا نقيس دي با بطاعة طاعته. فالله سبحانه وتعالى أمر حق ولا يبنى إلا ودوه حق البلنا إلا قلنا مصلحتنا تا وخيرنا الدنيا ولا آخر اللي بدي بقل بنا آدمته. فالله سبحانه وتعالى بطاعته عند أمر أن كما على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بيليا قل نسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا وديا قل نيدي والرسول صلى الله عليه وسلم لفصلي وقلنا قلنا أمر ولطاعت لنا يكم سلقنا فائدة ورحمة بديبة الله سبحانه وتعالى بيّن قلنا وحقل كل كمان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. لأن الله سبحانه وتعالى سارعوا يعني كم سل سعيد شوفوا قوي يعني التا مسائل لطاعت إنسان قل الأخرة لابو فحنقو حوديا إذا كم بعد شوية كم سر قناتك أوديا أدي دي إفادة شوية قال أكرر إيه تقاس إيه حارس سالة كم سر عبي كتوبي شوية كم سر أنا عقو أستغفر اللي وداي واللي بهل اللي تسويف ومدخل من مداخل شيطانته يعني قبي من أبويا شيطانته وأتأدقوت ناي توبة أتأدقوت ناي عمل صالح اللي منا مصلحتنا يكوني وينفعنا وقال أي واحد من خير لا منعوته من أكيد ممكن من تقل إفالي عديد اللي حالف لا من تبل ممكن أحسنت لكن دي بشق ولا ما قفرت له بديبو وتشق ولا تك قبيلنا دي دبك إلا ما صار عد حد أي شغل نايت أعت له بديبو أي سنة عد خير له بديبو دي بالدنيا ودي بالآخرة هنا قلنا سعدي بابنا وقلنا شفق دي بابنا وقلنا اتبع بنا لا جزا نايا ما يقول لك باتو لا جزا نايا شفاق سك عمل لخير وسك عمل لطاعات وسك عمل لتقوى وسك عمل لخشيت وسك عمل لاستغفار وسك عمل لزكاة وسك عمل لصلاة لعمل الذي بالدنيا وذي بالآخرة لنفع عنا أسكو شفاق وأسكو هيرار وأسكو بدراء وأسكو مجاقرات اللي بإذن الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبي ولو منافس دي بعمل لخير ودي بعمل لطاعاتك التكبابة قدام دي بالدنيا ما لتنافس الله ودي سلطات لتنافس الله لكن اللي كله عنده ترفع العمل لا سالحة لا الكلا تلي والعمل لا سالحة لا قيس مسلكه حقوة ميت مالك حقوة ترف منك وولادك حقوة لا قبل منك عند دفنوك حتى سنة ثلاث تبعك وحتى سنة ثلاث قيس مسلكه اللي تل عمل كلا سالحته وتسجل وتصحيفات كلا سجلة دي بكتاب كلا سجلة ودي بميزانك لا تنحك قدمته فاللي شفاق اللي إن شاء الله جزا لنا يوم قلت تقباته جنة ولا جردت له يعني لا حدود ولا قياس كفى وصفه رب العالمين
لحدود لنايا لمقاس لنايا لقن لنايا يعني انا قني اللات وحدود جلي تبل دي مزرعات من قبي دي بقرات من قبي دي بقلة من قبي سنعات كاين حدود بحدود ده بيتنا لا حدود ده مدرنا اللي تتبل لكن الله سبحانه وتعالى لقياس لنايا لعرض لنايا أكل أي تبيل رب العالمين عرضها السماوات والأرض إلا جنات إلا لحدودا ولا 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 أكانا ولا عبيناها لما قاس لنايا كم سلة سماوات ولا أرض تبيلا وأقل منت إلا هتا إلا جنات إلا موات إلا صفات إلا لبا وإلا يعني قرمات إلا لبا ولا 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 رحاب إلا لا رحبة إلا كل لبا أقل منت إلا قل سب مخصوصين تو قل لك أبقى كائن يكونيني قل لك أبقى إنسان يكو إلا قل سب أمورتا اللهم سب اللهم لا لا تمسب توم ومسفت بومك فبعد حوا من نوم قل لك بقى قدر ما يقدر مو مئيدة من نوم قل لك بقى للبل سؤال ضروري تتحن قلنا قل لك بقى واللي هي الإجابة لنا أيو برضو دي بقى كتاب ودي بقى سنة نركب بقى واتار واحد كان عبال كامن قبل تركب بقى وقل لهم متقين لصفات لنا يوم التقوى اتبع له يا أخوانا حاجة شاملة لكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من عبادات ومن خشيت من استغفار من ذكرنا يا رب العالمين من صدقات من توبات من صلة رحم من هياب من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كل الله سبحانه وتعالى لفتيا ولرديا وبتوحيده وباتباعه وباستغفار وبتوبات وبإخلاص وبحج وبزكاة وبعمرة كل شيء صلاح لبدي بقراءة قرآن وبذكر وباستغفار وبصلاح طاعة والدين خدمة مجتمع إلا أشياء إلا كلها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى قال الإنسان منا متقين وديو ولا تقوته يعني وقاية ود فنجيك وفنجي العمل لا معصية وفنجي العمل لا شر قال أرواحكم صلى النفر لفي الدقيق لوديكم صلى النفر لا تحسين لوديكم صلى النفر لا يعني قد لا قلنا نعيش وقلنا قدام هذا تروح ليكم أنتم قدام وقايت والدغلو من أشياء قلت حسن لا يتحسن من لو حار تطعيم الهيوب في الدقيق البولا قلل البولا وكليب ودي نفسك كلاكل من الناس عن حد ولا نفسك لا حسن ودي ولا نفسك لا يعني تعبت وتكرع من نشر وبالتالي أنت منا متقين قبي إن شاء الله أنه قل مقل يعني نفسك تعبت وديك أقلا ولا تقبي دي بالدنيا وديك أقلا وإلا صفات إلا أبا وإلا قبائل إلا أبا منا مجموعات إلا أو منا سب إلا متقين منهم قبي بإذن الله سبحانه وتعالى لبل الله سبحانه وتعالى كذلك دي بآية كاليد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الآية التي في سورة النساء الله سبحانه وتعالى كذلك طاعتنا يا رب ميتة وطاعتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم ورسول لا طيع ورب لا طيع لا أجر لنا جنتا وإن شاء الله دائما خالد دي بقبي وفوز عظيمته طبعا جنت الإنسان فائزته خاسر يكون بإذن الله عز وجل ولبل الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون لكل يا أخوانا يعني تحت عنواننا فمن أطاعه دخل الجنة دي بتمت ميتة إلا كل رأس ودينها من قبي وشرح ودينها من قبي اللي قال كله من أطاعه دخل الجنة من أطاع الله سبحانه وتعالى دخل الجنة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يعني رب لا طيع إن شاء الله من سب جنة قل لك باتو دي بالدنيا سعيد العيش إن شاء الله قل مي علاماتنا سب جنة وعلاماتنا سلاح ونا تقوى قل ودي وإلى ودى مودى للإنسان لمسلم دور لا استغفر ولا أقبل وتوبة رب العالمين فرج ويسر قلو وبلس دي بخير ولا تكبت منه وبالتالي إن شاء الله منا فائزين قبيل.